بدايتي كانت في الانشاء الديني مش من بعيد قوي، يمكن من 2017 2018. ابتديت ان انا قاعد وسط اصحابي بننشد بندندن وسط بعض، فلا انت كنت بتسمع بس، انا كنت حد مستمع بس. بعد كده بدات اقول معاهم طب ما تيجي نقول كذا نقول كذا، طب نغني، طب ننشد الاول. فبدات من هنا واحده واحده لحد ما اتجرأت في مره وطلعت في المعهد الديني بتاعي، وكانت اخر سنه ليا كانت ثالثه ثانوي، وانشدت قدامهم في الطابور بتاعنا اللي بيبقى الصبح، و كانت البداية من هنا. بعد كده لما بدأت الناس تعرفني، واحد يعرفني 10، بدأت أنزل فيديو ليا أصوره وأنزله على الفيسبوك عندي، بدأ الموضوع معايا يتطور. لا أنا ما بقتش مستمع، أنا كمان بقيت منشد. فبدأت أشوف منين هبدأ إن أنا لازم فعلا أكون منشد وأتعلم المقامات الصوتية. بدأت أشوف اللي قبلي عملوا إيه وهعمل زيهم. بدأت أشوف إنهم ما بيدخلوا حاجة اسمها مدرسة الإنشاد الديني، بدأت أدور عليها، بيروحوا يعملوا فيها إيه، بيتدربوا إزاي، بينشدوا فيها إيه، بيشوفوا المقامات الصوتية إزاي هناك. سألت وعرفت مين اللي هناك، كان برئاسة الشيخ محمود التهامي طبعا نقيب المنشدين. اتعقد لجنة الاختبارات للدفعة الجديدة، كانت الدفعة الرابعة بالنسبة لي، هم دلوقتي في الدفعة الـ 12. الدفعة الرابعة كانت بتبدأ في أواخر 2017 وبداية 2018. رحت هناك اتعمل لي اختبار للصوت بتاعي عشان يتم قبولي أو لأ. الحمد لله نجحت في اختبار القبول ودخلت المدرسة، قعدت 4 شهور تدريب وتدريس، درست 8 مقامات اللي هم الأصول، ومن هنا كانت البداية معايا للانطلاق. بعد كده على السوشيال ميديا بتاعتي اهتميت بها مؤخرا، اللي هو في بداية 2020 أو نص 2020، كانت البداية والانطلاق في نفس الوقت. لما درست معاها كمان السوشيال ميديا ماشية ازاي، التسويق، الماركتينج، هتعمل ماركت نفسك ازاي، كل الكلام ده. اللي هيعرف يستغلها صح او هيعرف يستخدمها صح هو اللي هيعرف ينجح فيها. النجاح بالنسبه لي على السوشيال ميديا انك تسيب طابع خاص عند كل الناس، تكون مميز بحاجه معينه، سواء بلبس، بنغمه صوت، باغنيه معينه الناس كلها بترددها مجرد ما تسمعها، زي مثلا اللي عندنا في مصر هنا، مجرد ما اي منشد يسمع قمر ونسيبنا النبي يقول لك دي بتاعت مصطفى عاطف، دايركت خاص هو دي بقت حافظينها. النهارده انا عملت انشوده لما ضربت معايا بقت تتغنى في اي مكان، هي دي بتاعت عمر احمد، وخذوني والله معكم يا زوار النبي. احنا هقولها طبعا. طيب عايزين نتكلم بقى في صعوبات وبيضه، انت بقى كده كام سنه انشئت؟ دي تقريبا السنه الخامسه ليا. السنه الخامسه. والرابعه. شاركت في حفلات؟ شاركت في كذا حفله. انا اول حفله عملتها كنت عملتها لنفسي، كنت اللي صرف عليها كمان. عملت حفله خاصه ويمكن التيكت بتاعها اتباع وخلص وطبعنا تاني وخلص. هو مفيش الجو الداعم او الجو اللي يهيئني ان انا اطلع وانشد واعمل اعمال كتير ويخليني اكمل اكتر واكتر، على قد ما انا هاخد اتجاه الغنى اللي هيخلي كل الناس بتسمعني. فئه الانشاد الديني محدوده ومعروفه من هي الناس اللي بيسمعوا انشاد ديني، برضه هم معروفين منهم، فبرضه كونك مقتصر على مجال الانشاد الديني فانت بتخاطب فئه معينه، ما بتخاطبش كل الفئه. بس مؤخرا بقى في عدد كبير جدا من المنشدين، تقريبا مدرسه الانشاد لوحدها بتخرج كل 4 5 شهور ما يقرب من 200 منشد ومنشده. احنا عندنا الفتره الاخيره خرجوا 7000 منشد على مستوى الدوله. فمؤخرا بقى في اقبال على موضوع الانشاد الديني، بس مازال برضه هي فئه معينه اللي برضه بتسمع المجال ده.